تجميل، شهيوات وتواصل مباشر مع المستمعات. رفقة لالا مولاتي وسناء الكناني. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج لالمولاتي، وغادي نمشيو مباشرة الأولى فقرتنا شيوات لالمولاتي ونتعرفوا على كل الاقتراحات والشيوات اللي غتوجد لنا اليوم. وفاء من اليوسفية. ألو وفاء. ألو، صباح الخير سناء. صباح النور وفاء، لاباس؟ لاباس الحمد لله، ربي يخليك. انت اش اخبارك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. مرحبا بتواصلك معنا اليوم والمشاركة ديالك. الله يبارك فيك. تفضلي نبداو على بركة الله، شنو اقتراحاتك للمستمعات اليوم؟ بمناسبة عيد الأضحى وجدت لكم عدة حلويات إن شاء الله تعجبكم. أول حاجة غادي نبدأ بها صابلي بلي فخوي كونفي. إيه واخا. جوج كيسان زيت. جوج كيسان سكر كلاصي. إيه. ربع ديال الزبدة. خميرة وحدة. والدقيق حسب الخليط. واخا. كنعجنوا هاد المقادير كلها. الو، اي تفضلي كنسجلوا معاك. كنعجنوا هاد المقادير كلها، كنديروها في بلاستيكه وكندخلوها للثلاجه مده نصف ساعه. من بعد فاش كندوز نص ساعه كنخرجوها وكنسرحوها ما بين جوج البلاستيكات. كنقطعوها بمارش مضير وكندخلوها للفران طيب. من بعد فاش كتخرج كنخليوها حتى كتبرد مزيان. كناخدو كنديرو تقريبا في الوسط ديال كل بسكوي كنديرو تقريبا معلقه ديال الشوكولاط ابيض دايب. كنسرحو غير شويه، كنخليو الجناب ديال الصابلي باين. وكنديرو شويه ديال الفواكه معسله، خضر وحمر وفصفر، ومن بعد كنزوقو باللوز مهرمش. الله يعطيك الصحه، حلوه سهله. ايه، غادي ندوز الصابلي بالشوكولاط واللوز. تفضلي. ربع معالق زيت. ربع ديال الزبده. زلافه صغيره ديال السكر كلاصي. ثلاثه اصفار البيض. وخميره وحده. والدقيق حسب الخليط. كنخلطوا ثاني المقادير كلها بطريقه عاديه. من بعد كنديروا كويرات صغار يكونوا متوسطين، كنبسطوها واحد شويه. من بعد كنديروا النص ديال هذاك البسكوي في بياض البيض واللوز مهرمش. كندخلوها للفران، وفاش كطيب وكنخليوها حتى كتبرد، هذاك النص الاخر كنديروه في الشوكولاط كحل. وصافي. كاينه غريبه برقائق اللوز. غريبه برقائق اللوز، واخا تفضلي. إيه. ربع ديال الزبده. ربع ديال سنيده. جوج كيسان زيت. 125 غرام زبيب. تقريبا واحد الحفنه. فاني وحده. قشره ليمونه. جوج خمارات. ربعة أصفار البيض. والدقيق حسب الخليط. كنتمنى ما نكونش كنزرب. لا تبارك الله عليك، بالعكس انت تعجبي المستمعات اليوم. بارك الله على خاطرهم. تفضلي. مهم كنجمعوا هاد المقادير كلها، ما كتكونش قاسحه من طبيعه الحال. كنديروها غريبه متوسطه. الوجه ديالها كندهنوه ببياض البيض وكنديروه في رقائق اللوز. من الاحسن ما نغطسوهاش ببياض البيض حيت تيجي كثير، ومن بعد ما كتشققش لينا الغريبه. من الاحسن ندهنو بصباعنا ونسندوها في رقائق اللوز من الفوق. يعني ندهنوها ببياض البيض وعاد عاد نغطسوها يعني في رقائق اللوز. وكتدخليها الفران. وبالصحه والراحه. فعلا الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك. اييه تفضلي. غادي نعطيك غريبه البهله. واخا. ربعة الزبدة. ربعة الكيسان زيت. ربعة الكيسان سنيدة. نعبرو بالعنبة ياك. واخا. قلنا ربعة الزبدة. ربعة الكيسان زيت. ربعة الكيسان سنيدة. ربعة ديال الكوك. ربعة الخميرات. فاني وحدة. والدقيق حسب الخليط.
حتى هي كنعجنوها بطريقه عاديه، كنشكلوها غريبات، وفي كل غريبه كنديروا لوزه صافي، وكندخلوها للفران حتى هي كتجي مفقعه وكتجي غزاله. اي الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. بارك الله فيك. غادي نعطيك مرخ نزل الوقت. اي تفضلي. غادي نعطيك مرخمه بالتمر واخا، فيها 4 البيضات، جوج كيسان سكر كلاصي، كاس زبده مذوبه، كاس زنجلان محمر، كاس كوك، نص كيلو ديال التمر مقطع رقيق ومن الاحسن نقطعوه بالقطاعه ديال الربيع، كاس لوز مهرمش، جوج ديال الخمارات. لوز اللوز ما مقليش ياك، غير مسوح ومهرمش؟ ومحمر في الفران ومهرمش. يعني مسلوق ياك ومقشر ومحمر في الفران. في الفران واحد شويه ونهرمشو. واخا. جوج خمارات. فاني وحده. وثلاثه الكيسان ديال الدقيق كنعبروا بالعنبه بطبيعه الحال. كنخلطوا كل شيء هذا الشيء مزيان، وكناخذ واحد اللاطه ما تكونش كتلصق، كندهنوها بالزيت وكنرشوها بشويه ديال الدقيق، وهذا الخليط هذا كنفرغوه في هذيك اللاطه وكنبسطوه، كنبسطوه بمعلقه، بظهر ديال المعلقه تكون مدهونه شويه بالزيت. ومن بعد كندخلوها للفران. فاش كتخرج كنخليوها، فاش كتخرج كنخليوها حتى تبرد مزيان. كنخويو عليها واحد الكميه ديال الشوكولاته الذايب اسود. وكنزينو مازال هي سخونه ما نخليوهاش في البرد، نزينو بخطوط من الشوكولاته ابيض. ايه باش عطينا داك الشكل ديال الرخام. ايه ونزينو بالموس، ندوزو الخطاط بالموس بحال هكذا باش تعطينا داك الشكل ديال ميفي. ايه واخا صافي. كنخليو الشوكولاته حتى كينشف، ومن بعد كنقطعوها على شكل طولي وكنحطوها في قويعطات. ايه مرخبه بالتمر كتجي سهله ولذيذه في نفس الوقت. ايه عندي حلوه النجيمات. ايه تفضلي. نص كيلو ديال الزنجلان محمر، قرعة ديال سماء الزهر، خمارة وحدة، جوج البيضات، ربعة ديال الزبدة، والدقيق حسب الخليط. قلنا نص كيلو ديال الزنجلان محمر، قرعة ديال ماء الزهر، خمارة وحدة، جوج البيضات، ربعة ديال الزبدة، والدقيق حسب الخليط. كنعجنوا هاد المقادير مزيان، من بعد دائما كنسرحوا من الاحسن بين جوج البلاستيكات باش ما نضيفوش الدقيق وتقساح لينا العجينه من بعد. الو من بعد كنقطعوها بمرشم داير يكون سامبل، ماشي مش نفس من الجناب. وهذوك هذاك الصاب اللي الضي غادي نبداو ناخذوه ونقرصوه من الجناب، بحال نطلعوا شويه العجينه من الجناب الفوق ونقرصوه باش كيعطينا في الاخير شكل نجمه. واخا مفهومة الطريقة ياك؟ اي مفهوم. صافي كنصفوها في لاطا. نعم تبارك الله عليك، يعني في اقل من 8 ديال الدقائق تقريبا عطيتينا 6 تشكيلات ديال الحلوى، يعني بلاطو ديال الحلوى. الله يعطيك الخير تبارك الله عليك وفاء. بارك الله فيك. من بعد كنحطوها في لاطا مدهونة وكندخلوها للفران. فاش كتخرج من الفران بطبيعة الحال وهي سخونة كنطفيوها في العسل. ايه وكنخلوها حتى كتسقطر، وكنعمروا هذاك الوسط بالشوكولات تحل، وكنحطوها في قويعطات. واخا نزيدك مازال. واخا نختموا معك بشي، شنو مازال عندك؟ مازال عندك في حلويات دائما ياك؟ شنو بغيتي شي حاجه اخرى؟ لا لك الاختيار، غير باش نشوفوا ما نشوفوا يعني شنو باش من. تفضلي تفضلي شنو مازال عندك؟ انا نعطيك واحد الصعب لي فهو كيجي غزال. يلا واخا لان احنا على ابواب العيد من الاحسن نقدموا حلويات. لا 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 بالعكس كل واحد له الاختيار، غير انا سولتك لربما يعني باش ما نحرجكش اكثر ونقول لك زيدي لنا شي حلوه وانت مازال باغا تعطي شي حاجه اخرى. اي عليك وفاء، لا ما كاين حتى مشكل. تفضلي. عندنا صعب لي برقائق اللوز حتى هو والشكلاط. ايه ربعه ديال الزبده. كاس صغير زيت. ايه 65 غرام بودره الحليب، اي ما يعادل تقريبا شي 3 معالق كبار. جوج اصفار البيض، شويه الملح، ربعه ديال السكر كلاصي، قشره حامضه، وتقريبا نص كيلو ديال الدقيق. نخلطوا كاع هاد المكونات
ومن بعد كندخلوها للثلاجه ساعه. فاش كتسالي ساعه كنخرجوها وكنسرحوها بالمدلك وكندخلوها مره اخرى للثلاجه مده ساعه. ايه عاد من بعد كنقطعوها مستطيلات وكندخلوها للفران. كنوجدوا في واحد الكسرونه جوج معالق ديال المشماش ديال الكونفيتور ديال المشماش. ايه مع جوج معالق كبار ديال الجليكوز. واخا الا ما كانش الجليكوز يمكن لينا نعوضو غير بالعسل بوحدو. المهم كندوبو هاد الكونفيتور ديال المشماش مع الجليكوز فوق العافيه حتى كيذوبوا مزيان وكيتجانسوا. كندهنوا بهم بسكوي من الفوق وكنسندوا في رقائق اللوز محمرين وكنزينوا بخطوط من الشوكولاته نوار. واخا الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك وفاء. ما تخيلاش بصراحة بالحلويات ديالك. الله يعطيك الصحة وتبارك الله عليك ومشكورة جدا على كل هاد الحلويات اللي قدمتي لنا اليوم. وأكيد إن شاء الله نبقاو دائما على تواصل باش نزيدوا نفيدوا المستمعات. شكرا. مرحبا في اي وقت. الله يبارك فيك. صباحك مبروك. اذا نتمنى تكونوا سجلتوا كل الحلويات اللي قدمت لنا وفاء من اليوسفيه. واكيد انا كيف ما قلت يعني وفاء الحمد لله يعني المغربيه تمتولات يعني من زمان وضروري على انه في اي مناسبه وفي اي عيد ماشي بالضروره حتى عيد الاضحى ضروري خصنا يعني كل دار يعني توجد حقام الحلوه وباش نستقبلوا يعني الحباب والعائله وباش نفطروا يعني في صباح ديال العيد. فتبارك الله على المغربيات وعلى المغاربه يعني من داخل وخارج المغرب. وتحيتنا الوفاء من اليوسفية. مشكورة جدا على هذا البلاطو ديال الحلوى المشكل اللي قدمت لنا وبمقادير قليلة. كنظن على أنه في متناول كل السيدات إن شاء الله هذا البلاطو لأنه ممكن تختاروا جوج كيلات ولا ثلاثة واللي يعني ممكن أنه عنده الوقت أنه يحضرهم. فيعني حلويات سهلين وخفاف وغنعاود نحطهم إن شاء الله في موقع لامولاتي.ma باش تعاودوا تستفدوا من هذه الحلويات. وأكيد هو أنه في موقع لامولاتي.ma هو أنه يمكن لكم تدخلوا في اي وقت يعني ديروا البيسي قدامكم يعني في بوطاجي الكوزينه وتدخلوا مباشره لحداكه المستمعات ويعني تمشيو مباشره بدل ما انكم تبداو تسجلوا يعني تدخلوا وتشوفوا تسجلوا المقادير وتطبقوها يعني في الحين في الكوزينه ديالكم يعني وتوقفوا كذلك التسجيل وتعاودوا عاوتاني تشوفوا الطريقه ولا تسمعوا المقادير في نفس الوقت. فهو مثابه ارشيف لكل السيدات المغربيات يدخلوا ليه في اي وقت. ويكفي انكم تدخلوا الموقع على لامولاتي غادي ديروا LALA يعني لالا مولاتي .ma وغادي تدخلوا غادي يبان لكم يعني في الصوره الاولى يعني الباب ديال القصور المغربيه وغادي تدخلوا وغادخلوا لهاد الموقع. وكاين بزاف ديال الفقرات ممكن تستافدوا منها. كاين حداكة المستمعات اللي يوميا بشكل يومي كنختاروا يعني اهم الشهوات اللي لقات استحسان المستمعات وكنزلوها في الموقع. وكذلك بالاضافه للموضة والنصائح اسريه يعني ممكن مثلا البارح كنا حطينا مثلا الامهات كيفاش ممكن يمشطوا البنيات هم هكا اشكال مختلفه. دابا مع الدخول المدرسي كنعرفوا البنات يعني الصغارات يبغيو يتفنوا في الشعر ديالهم. فكاين تقريبا اكثر من 30 ولا 40 صوره اللي كتبين يعني شنو ممكن كيفاش ممكن نمشطوا البنات ديالنا هكا مع الدخول المدرسي شي شكيلات اللي هما غادي يعجبوا البنات وغيفرحوا بهذوك الاشكال يعني في الشعر ديالهم. وبالاضافه لبزاف ديال النصائح وبزاف ديال الشيوات والوصفات التجميليه. اذا مستمعينا غادي نعملوا فاصل غنائي ونرجع مباشره.